السلام عليكم. أنت تلعب باللون الأبيض ومطالب بأن توجه كشمات إلى المنافس في 3 نقلات. أقترح عليك أن توقف الفيديو وتفكر. أنا في البداية قلت لماذا لا أقوم بكش بالملكة؟ آكل هذا البيدق وأقول له كش. ليس له من خيار إلا أن يأكل بالملكة. الآن قمت بنقلة، لا تزال نقلتان، ماذا عساي أفعل باستثناء أن آكل بالبيدق؟ كش وسيأكلني ولا خطورة ولا وجود لكشمات. إذا طريقتي باءت بالفشل، بدل أن آكل بالملكة سآكل بالبيدق، آكل بالبيدق وأقول له كش. ماذا عساه يفعل؟ ليس له من خيار إلا خيار وحيد. أولا لاحظ جيدا أن هذا الحصان يسيطر على هذا المربع وعلى هذا المربع، إذا عندما أقول له كش لا يمكنه الفرار إلى هذا المربع، يمكنه فقط الأكل بالملكة. الآن أنت تلعب باللون الأبيض، كيف ستتصرف؟ الخطوة التي قمنا بها إلى حد الآن صحيحة، كيف تتصرف علما وأنه بقيت لك نقلتان من بين 3؟ لو أكلت بالملكة سيأكلك الملك وانتهى الأمر ولا وجود لكشمات. الحل هو أن تقول له كش انطلاقا من هذا المربع. كش بصفة عامة، إذا تعرضت لكش فإنه لديك 3 خيارات، إما أن تأكل من قال لك كش، أو تضع بينك وبينه حاجزا، أو تهرب. الهروب غير ممكن، الحصان يسيطر على هذا المربع وعلى هذا المربع، إذا تضع حاجزا. ما هو هذا الحاجز؟ الحصانان بعيدان عن مسرح العمليات، الرخان أو القلعتان بعيدتان عن منطقة العمليات. الحاجز سيكون هو الملكة، تضعها هنا أو هنا، في كلتا الحالتين سآكل وأقول لك كشمات. شكرا على حسن الانتباه، وإلى فيديو جديد بإذن الله.